احنا الحمد لله علاقاتنا جيدة مع كل دول الجوار وقوية، مو فقط جيدة، قوية حتى مع إيران. لكن التدخلات، تعريف التدخلات شنو؟ بلي عندنا علاقات تجارية، علاقات ثقافية، علاقات دينية، علاقات زوار من معظم الدول الجوار للعراق، وكذلك عندنا علاقات بالنسبة لأصحاب المصالح في دول الجوار عندهم استثمارات في العراق، وكذلك احنا عندنا تجارة قوية مع الدول الجوار. لكن التدخلات من ناحية الاستقلالية العراق أو من ناحية قرارات العراقية، هاي قرارات تابعة للبرلمان العراقي والحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية. احنا في كل المجالات نركز على استقلاليتنا، لأن عانينا من التدخلات الخارجية، والتدخلات الخارجية الغير مرغوبة أدت إلى نتائج سلبية في العراق، ولذلك احنا استقلاليتنا والديمقراطية في العراق أهم من كل شيء. أنا باعتقادي هاي التصرفات في صارت خلال الفترة الماضية فترة قصيرة، لكن وهاي تأثيرها كانت نتائج العدوان على غزة، عواطف الناس. أنا باعتقادي الحكومة العراقية جادة في الوصول إلى اتفاقيات مع كل الأطراف السياسية وحتى الأمنية في العراق. أنا قواتنا الأمنية جيدة، والجيش العراقي قابل لتحديات داخلية وأنا باعتقادي حتى الخارجية، وأملي كبير على أساس هذه الاتفاقيات اللي صارت بين الأطراف طبعا السياسية أو حتى الأمنية نتيجة لجهد الحكومة تؤدي إلى نتائج إيجابية.